يسعدنا في هذا اليوم وفي هذه الأجواء الموجعة بكل أسف أن نستقبل عبر الخط الهاتفي معنا الأسير المحرر والحر مدير نادي الأسير في رام الله المناضل إسماعيل عارف أبو محمد. كل عام أنت بخير. كل عام وأنت وشعبنا بخير وغزة بخير والضفة بخير والقدس بخير و48 بخير وشعبنا بكل الأماكن تواجده بخير إن شاء الله. قديش صعبة يا أبو محمد إنه الكل اليوم كل عام وأنتم بخير وإحنا نتناقل هذه الكلمة وإحنا حقيقة مش بخير. صحيح إحنا بصمود وعطاء وكبرياء وإصرار على الحرية والنضال، لكن الدم ينتشر في الميادين في قطاع غزة وفي الضفة وفي السجون. هذا اليوم كان الأصعب دائما على الأسرى وعلى عائلات الأسرى، فما بالك اليوم أخي أبو محمد أن يأتي هذا العيد في هذا الظرف الصعب على شعبنا وفي أسوأ الظروف على حركتنا الأسيرة. كنت أقرأ كلمات للمناضل وليد دقة كيف كان يذكر العيد، كتبها عندما كان 24 سنة، يعني هذا يعني قبل سنوات طويلة، ووليد استشهد ويأتي هذا العيد ووليد شهيد وكل أسرانا يعانون ظروفا قاهرة. كيف يمكن أن يتحدث الأسير المناضل داخل السجون وخارج السجون؟ كيف يمكن أن نتحدث كقائمين على قضايا الأسرى؟ وما الذي يمكن أن يقال في هذا اليوم أخي أبو محمد؟ أخو بصبح أنا سمعت الكلمات اللي تحدثت فيها على لسان أختنا العزيزة زوجتها لوليد رحمة الله عليه الشهيد القائد المفكر وليد، فأنا كنت يعني صامت وأفكر بعمق في هذه الكلمات العميقة جدا اللي بتحدث فيها، واللي كل حدا من شعبنا لازم يفهم شو معنى بدي فراطة أو معك فراطة. هذه الكلمات الممنوعة والمحرومة علينا في داخل السجون، في داخل يعني هذه الأقبية التحقيق ممنوع علينا قصة إنه يبقى معنا فراطة، ممنوع علينا يبقى يعني موجود معنا شغلات كثيرة موجودة الناس بتشعر إنها هي يعني كديش هي بسيطة، بس كديش إنها هي كديش بالنسبة لنا كديش هي عميقة وكبيرة. انت في بداية حديثك خوب الصبح قلت والله شعبنا ما هو بخير، والله ما هو بخير، شعبنا مش بخير، وكل حدا من الصبح بيجي بعيد وبقول كل عام انت بخير، بقول له فيش خير وقاموا شعبنا مش بخير. فكنا دائما في الزون اخوي ابو صبح نقول عيدنا يوم عودتنا، بس العيد هذا مثقل بالوجع ومثقل بالاحزان، مثقل بالجرائم والإبادة الجماعية اللي بمارسها العدو الاسرائيلي في غزة وفي كل اماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وفي الضفة. في نفس الوقت في داخل السجون احنا قلنا ان السياسة الممنهجة ضد الأسرى وعمليات التعذيب والقتل اللي بتصير على الأسرى هي تضاهي ما يعني اذا بديش يعني ابالغ في الحديث تضاهي ما يحدث في الخارج من عمليات إبادة وعمليات قتل. شعبنا لما يشوف أسير مروح ويشوف الهيكل تبع الأسير مفروض من شعبنا يفهم كديش حجم المعاناة وكديش حجم الكارثة وكديش حجم المصيبة الموجودة في داخل السجون. يعني أنا تحدثت مع أخ أسير محرر فتضمن الحديث بكل حتى الأكسجين يعني بعطونا إياه بكميات على أساس بس نضل عايشين يا الله. في نفس الوقت حتى كميات الأكسجين صاروا يخفضوها على أساس إن إحنا نموت والأسرى بموتوا ببطء. حتى الأكسجين يتم التحكم فيه، الهواء أخوي أبو محمد، يعني وأنتم في نادي الأسير في كل يوم تستقبلون تقارير جديدة وكل تقرير أشد بشاعة من الثاني، يعني كل يوم في حكاية جديدة. امبارح كنت بتابع في أحد التقارير نشرت على CNN في مقابلة لأسير محرر من غزة تحدث عن فظاعة التعذيب، وكانت هذه التقارير قد وصلت، تحدث بالأمس عن اغتصاب، عن أدوات حارة يتم يعني إدخالها بكل وجع في شرج الأسرى، تحدث بألم وقال حدثت معي واستشهد أمامي أحد الأسرى نتيجة هذا الشكل من أشكال التعذيب. كنا قديما لا نتحدث بهذا الأمر، لكن بات واضحا أن عديد الأسرى قد تعرضوا لهذا الشكل من أشكال التعذيب، حتى أننا يعني نذكر حالات عديدة استشهدت تحت التعذيب. كيف تتابعون هذه التقارير أخوي أبو محمد؟ يعني اليوم يعني بطلنا نسأل في العيد، كنا بالعادة نقول كيف تمت ظروف العيد، وافق السجان أنه اليوم يعطي زيارة غرف للأسرى، اليوم لا يمكن السؤال عن ذلك لأن كل السجون عبارة عن زنازين ولا شيء يقدم للأسرى. اليوم التقارير دامية يا أخي أبو محمد. اليوم يعني التقارير
يعني عندما تسمع الأسير ويتحدث أو عندما يصلك تقرير بتشعر بكم الألم والوجع. اليوم احنا بطلنا نخجل لما نقول إن في عمليات اغتصاب، في عمليات تعذيب، وفي عمليات قتل، في 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 يعني عمليات الاغتصاب بطرق بشعة جدا يعني لا يتصورها العقل، فوق إنها اغتصاب الأساليب والطرق يعني قاهرة، يعني عمليات تعذيب يعني لا توصف من قبل هذا العدو النازي. هذول يعني هم عمليا أحفاد النازية في التعذيب. يعني بصراحة يعني الكلمات مش عارف الواحد شو بده يعبر عن عن يعني حديثة بالنسبة للتعذيب ولا القهر ولا القتل اللي يمارس ضد الأسرة. تقدرش تحكي بطل في معجم أو في القاموس العربي بطل في كلمات توصف حالة التعذيب وحالة القهر، إلا في بعض الشهادات اللي بتطلع كادة وبتسمع بنسمعها كادين، وهذا التقرير اللي بنسمعها إن التعذيب والقتل والاغتصاب أمام عين الأسرة. يعني بطل فيها هناك روادع عند هذا الاحتلال، فيش أي رادع، لا في رادع دولي ولا في رادع إقليمي ولا في عنده أي رادع، فيش أصلا. عندما الإنسان لما يعني يفقد إنسانيته فبتصير تتعامل مع أناس وحوش، هم آدميين بس آدميين وحوش. اليوم الاحتلال ومصلحة السجون في 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 علاقتها مع الإدارة وفي تصرفها مع الإدارة هم آدميين وحوش، مش مجردين من الإنسانية في التعامل مع الأسرة. كل أصناف التعذيب بيجلبوها على أساس أنهم يمارسوها على جسد الأسير اللي اليوم أصبح جسد الأسير هزيل. طب أخي يعني اسمعين، يعني كيف هو وضع الأهالي اليوم؟ يعني إحنا كنا بالعادة نحب نكون موجودين معهم يوم العيد، وظرف السجون شوية مستقر، وكل عائلة أسير، كل أم أسير كانت تقولنا فيش عندي عيد، أنا ما مر علي عيد وابني في السجن، فما بالك اليوم؟ يعني أنا قبل شوي كان معنا شقيق الأسير المناضل معتصم رداد، وشفت تقرير صدر عنكم في نادي الأسير وهيئة الأسرة يتحدث عن تراجع وضعه الصحي بكل شقيق، وإحنا بنخبي عائمة ما بنكلها شو قاعد بصير. يعني الوجع اللي كان في بيوت الأسرة اليوم هو أشد يعني وجعا ومضاعف بشكل كبير. نعم صحيح. أنا على ذكر يعني كحالة الأخ معتصم رداد، أنا عشت معاه فترة وكنت يعني معاه في وجع اليومي في مقصرة الرملة، وبعرف كديش هو يعني حالته الصحية بتتراجع يوم عن يوم. زي ما تفضلت وقلت أخي أبو صبحي، يعني زمان بكت الأم يعني تقول مش مشكلة، يعني مظبوط أنا ابني مش عندي بس يعني بدي أصبر. بس اليوم إذا بدك تتحدث مع أهل الأسرة بطلت تعرف شو بدك تتحدث مع أهل الأسرة، لأن أهل الأسرة صاروا كل حدا كل يوم بيستنى انه في احتمال ان ابني يستشهد، في احتمال ان ابني يقتل، في احتمال ان ابني في التعذيب، في احتمال ان ابني يغتصب. فالوضع مزري جدا يعني حتى عند اهل الاسره. واليوم حتى لما نبكي مع امهات الاسره ومع زوجات الاسره ونحاول نخفف في حديثنا، هم بيكونوا مدركين ان الوضع صعب جدا والوضع كارثي في داخل السجون. بس في الاخر احنا كفلسطينيين يعني مطلوب مننا الصبر، لأن هذا العدو يعني لن يرحل إلا بالصبر وبالقتال طبعا. فمطلوب مننا نحن نصبر على أساس أنه على أمل أنه يتم تحرير هذا الأسرة. مطلوب تحرير الأسرة، مطلوب من القيادة الفلسطينية، مطلوب من الفصائل، مطلوب من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هذا المجتمع الدولي اللي بكيل مكيالين للتعامل الإشي اللي بخص فلسطين والإشي اللي بخص دولة الاحتلال يختلف في تعامله في قراراته وفي المحافل الدولية عما يخص يعني في منطقة ثانية وفي منطقة أخرى. مطلوب من المجتمع الدولي، مطلوب من المؤسسات ذات العلاقة وبالأخص الصليب إن يبقى في هناك تحرك أكبر باتجاه الأسرة، لأن عمليا إحنا يعني مثلا نيجي نقول مثال أخي صبحي الأسرة غزة، إحنا بنعرف شيء عن أسرة غزة، لا نعرف الإجرام والتعذيب والقتل والإرهاب اللي يمارس على أسرة غزة وشو بصير. بس بنصل يعني مثلا ذيك قبل فتره يوم تم كشف عن مقبره جماعيه لاسرى 27 اسير مقيدين الايدي والارجل تم اعدامهم اللي موجودين بقوا في على اطراف غزه. في هناك كثير عمليات اعدام للاسرى اللي احنا ما بنعرفش فيها اي شيء. يعني لربما اخي اسمعيني، يعني هذا سديت ايمان، لربما هذا عرف، قد يكون هناك مراكز توقيف لم تعرف ومورس فيها كل أشكال التعذيب والإعدام كذلك. في هناك العشرات وراح تكشف لقدام عندما تضع الحرب أوزارها، راح نكشف فضائع، يتم اكتشاف فضائع
يعني حتى العقل البشري لا يستوعبها من قبل هذا العدو ومن قبل هذا الاحتلال. احنا اليوم قدام يعني ما يسمى وزير امن داخل وزير الامن الداخلي لدولة الاحتلال، انسان مريض عنصري متطرف، يعني بكره شيء اسمه فلسطيني، هو بنفسه بيشرف على التعذيب في داخل السجون. وشفنا بعض الصور اللي تم تسريبها وهو يشرف على تعذيب الأسرى وعلى قهر الأسرى. اليوم احنا في وضع الأسرى، وضع مأساوي، وضع كارثي، وضع لا يوصف بحالات التعذيب، بحالات الاغتصاب والقتل. المطلوب انه يبقى في عندنا تحرك اكبر وتحرك اكثر. مطلوب من شعبنا يلبي النداء عندما يكون هناك شيء للأسرى، يلبي النداء بشكل اكبر. مطلوب انه يبقى في هناك تحرك للأسرى، ونوجد اليات اخرى لمحاولة تخفيف عن الأسرى لحين الإفراج. يعني وعلى أمل أخي أبو محمد أن نكون بخير، هذا واجب على كل فلسطيني، أن يكون جنبا إلى جنب كما تفضلت مع أي حراك إلى جانب الأسرى وعوائل الأسرى والشهداء، وأن يلبي نداء مؤسسات الأسرى. إحنا يعني بنقول لك أضحى مبارك أخي أبو محمد، على أمل أن يأتي على الشعب الفلسطيني الوقت الذي يعيش فيه للمرة الأولى العيد كما يجب، أن تعيش فيه أم الأسير العيد كما يجب، وأن تعيش أم الشهيد، وأن يعيش شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة وكذلك في القدس، وأن ينعم أسرانا وأسيراتنا بحرية محققة بإذن الله. كل التحية والتقدير لكم لجهدكم في نادي الأسير، لجهدك بشكل شخصي ولمتابعتك الدائمة لقضية الأسرى. نتمنى لك حرية دائمة ومزيد من العطاء أخي محمد، كل الشكر لك. شكرا أخو صبحي، والحرية لشعبنا إن شاء الله والأسرانا بإذن الله تعالى. يعطيك العافية، شكرا.